الهدف هذه الحصة هو التعرف على أسماء الحروف وأصواتها والنطق السليم بها. ولتحقيق هذا الهدف سنقوم بلعبة مشوقة اسمها لعبة السلام. إذا الآن سأختار، أحتاج إلى سلة وبطاقة للحروف. إذا سأختار حرفاً. تتم النمذجة خلال الحصة الأولى، حيث يتم اختيار كلمة وكتابة حروفها في بطاقات، أو يتم اختيار حروف محددة حسب الحاجة، ثم توضع البطاقات مقلوبة في سلة. يسحب الميسر إحدى البطاقات عشوائيا فيقرأ الحرف الذي تتضمنه. يحرص الميسر على تسمية الحرف والنطق به، وهو ينتقل من متعلم إلى آخر، ويشرك كل المتعلمين دون استثناء في ذلك. عند الانتهاء يتوجه نحو لوحة المقاطع والحروف ليبحث عن الحرف المعني ويقرأه، ثم يعيد البطاقة إلى السلة. يمكن للميسر أن ينمذج النشاط أكثر من مرة، وفي كل حصة تتم إضافة حروف جديدة إلى السلة. وستنطلق الموسيقى، وعندما ستقف الموسيقى سيختار من وقفت لديه السلة حرفا ويقرأه ويوضحه لأصدقائه. إذا انطلاق الموسيقى. يسمي المتعلم الحرف وينطق به، ويدعو زملائه لقراءته بعده فردا فردا. إذا اذهب إلى لوحة الحروف والمقاطع. صحيح؟ نعم صحيح. إذا ستستمع الموسيقى إلى مكاني. لاحقاً
يمكن تقديم الحرف مع الحركات القصيرة، كما يطلب الميسر من المتعلمين تدريجياً تكوين كلمة واحدة تبدأ بالحرف. كلب كلب، ممتاز. إذا هل فهمتم اللعبة؟ نعم. إذا تفضل مراد تنطلق الموسيقى. جميلة رائعة ومشوقة، ممتازة.